إلى ذلك دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، دعا اتحاد المجامع اللغوية العربية إلى التعجيل بإنجاز المعجم اللغوي العربي التاريخي، معلنا سموه عن دعمه للفكرة ماديا ومعنويا من أجل إعداده في أقرب الآجال. جاء ذلك في كلمة سموه أمام مؤتمر المجامع اللغوية والعلمية في الجزائر، وألقاها نيابة عن سموه محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة. لقاء اتحاد المجامع اللغوية العربية بالجزائر جاء من أجل توحيد المجامع ودفع قوي لعلم المصطلح، إضافة لتجسيد حلم المعجم التاريخي للغة العربية. على مدى يومين اثنين سيعكف المجتمعون على التدارس للخروج بتوصيات عملية لتحقيقها. في زخم الثورة الصناعية أنتجت مفردات، أنتجت زخم هائل من الكلمات ورز وما يسميها هنا بلغة الشفرة، اللغة اللي هي ستكون لغة التحدي في المستقبل. اللغة العربية مع الأسف تعلم في المدارس على أنها لغة ثقافة فقط، فنحتاج إلى لغة عربية فصحى يمكن أن يتخاطب بها الناس دون تكلف. اللقاء شهد دعما قويا من طرف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بوصفه الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، فقد كان سموه حاضرا في المؤتمر بكلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد صافي المستغانمي، ركز فيها على دعم الحاضرين وتأكيد حرص سموه على تحقيق وأنتم يا حماة اللسان تعرفون أن النجاح هو جهد منظم، وإننا من هذا المقام نستصرخ أهل النخوة والغيرة على هذا اللسان العربي المبين، ونريد أن نمد يد العون إلى كل من يخدم اللغة العربية ويسعى إلى نشرها وتيسير سبل استعمالها والكتابة بها. نريد لمجامعنا جميعا أن تكون فعالة منتجة، وبيدكم ذلك وأنتم أحرياء بهذا الدور المنتجة وبيدكم ذلك وأنتم أحرياء بهذا الدور العظيم. نريد للمعاجم الحديثة أن ترى النور، ونريد للقواميس المتخصصة في شتى العلوم أن تبزغ شموسها، ونريد للموسوعات العلمية النافعة المنضبطة بالمنهجيات العلمية الدقيقة أن تسطع نجومها على العالمين. أخيرا وليس آخرا، لا زال حلم أم التاريخي للغة يراودني، ولا يزال يقض مضجعي ويبعد الكرى عن أجفاني، وإني لأعلم أنه مشروع عظيم يتطلب جهودا كبيرة ووقتا ضافيا وهمة عالية، ونسأل الله تعالى أن يستخدمنا في هذا المشروع العظيم، وإنه لشرف لكم ولنا جميعا أن نعمل بجد وإخلاص وأن ننتقل من التنظير إلى التطبيق. لقاء اتحاد المجامع اللغوية العربية بالجزائر يحمل النسخة 47، لكنه الأول خارج جمهورية مصر. الرسالة التي حملني إياها وقرأتها مفادها أنه يمد يد العون للمجامع العربية الموجودة. المجامع موجودة وما أكثر المباني والصروح، ولكن الرسالة هي أن نكون فاعلين ومنتجين. احتضان الجزائر للقاء يعكس دعم بلد الشهداء الكبير للغة الضاد. نعم، هذا هو أول اجتماع يتم خارج هذه الأماكن، والسبب في الحقيقة هو أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي توجهت إلينا بدعوة كريمة أن يعقد هذا الاجتماع في منتصف العام. الحاضرون أجمعوا على أن العربية لغة حية، لكنها بقيت لغة ثقافة فقط، والتحدي الحقيقي اليوم هو جعلها لغة علم تنافس نظيراتها. الموعد لا يريده أصحابه أن يكون مجرد لقاء عابر فقط، بل فرصة حقيقية للكشف عن كنوز اللغة العربية في كل الميادين وإثبات جدارتها بالمنافسة الثقافية والعلمية. حمزة بدوي، أخبار الدار، الجزائر. متابعينا الكرام، نتوقف.